هذا البرنامج برعاية سيكاب. تبنن مكلتنا وتلم عائلتنا. وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم معايا شيف ثويبة. أهلا بك ثويبة. سالو. اليوم معنا باش نعملو فلوتي، معناها شربة باش نعملوها بغلال البحر وإلا لي فروي دماغ اللي عندكم في الدار. تشوفوا حاجة سهلة ياسر معها، باش نعملو سلاطة، باش نعملو سموثي، وبيان سور باش نعملو حاجة حلوة، اون تارت أماندين. شمعناتها؟ معناتها باللوز المرحي كريم باتيسير بات سابلي، باش نعملوها مع بعضنا. واللوز المرحي بل قضينا من عند عزيزة، وتوا لي غوسيت. مرحبا بك. باش نعملو فلوتي بالفروي دو مير، شنو نستحقو بالضبط؟ نستحقو البصل، بطاطا، قراع وسفناليه، ونستحقو باش نعملو بيسك وحده باش نمرقو بيه الفلوتي نتاعنا، لي كاركاس نتاع الشفغات، قشور الشفغات الكل والريوز زاده، اي هذاك الكل ما لوحوش نعملو بيه باش نمرقو بيه الفلوتي. الفلوتي نتاعنا فوالا. دونك باش نبداو بالبيسك هكا. اي قولي شنو تستحق. نعاونك. نستحقو شويه زيت. اي حط شوية زيت أولينا. اي باش نحطو شوية بصل. باش ناخذو لي كاركاس نتاعنا. هوني فريمون استعملنا كاركاس نتاع شوفغيت، ما نسحقوش لي كروفيت الكل، دونك ما نضيعو حتى شيء، ما نلوحو شيء في الكوجين. نحط لها شوية سفنيلية. شوية. طيب باش نفوحو هذي الماء باش نعملوه، باش نفوحو به الشربة والشربة متاع الفخوي دماغ. وكان عندكم تحبوا تعملوا شربة متاع حوت تعملوا كيف كيف، أما جوست بالسلسول متاع الحوت والرأس متاع الحوت. باه تقلى شوية، من بعد نسنجيوها بشوية فارينة باش تعمل لنا زدلية. حطوا على شوية فارينة. مغرفة متاع ماكلة ممسوحة. مغرفة هذيك من بعد تعقد لنا السوب نتاعنا. خليوها شوية. بعد نمرقوها بالماء. بعد نمرقوها بالماء ونخليوها تبقى قداش وقت أبخي؟ نتاع أربع دراج. أربع دراج. عندك زيدة سلاطة باش تعمل لنا اليوم. سلاطة بالبطيخ وبالجمبان، هكا يمشيوا مليح مع بعضهم البطيخ والجمبان. وان بليس حاجة فريشكة وهكا نتاع صيف صيفي. احكي لنا على سلاطة. لو طون ناخذ لك ام تي بول. نقصوا ديجا على هذه. سلاطتنا نستحقوا البطيخ، جمبان، فرماج. كل شيء نخلطوا كل شيء مع بعض. تري بيان. دونك البطيخ، جمبان، الجبن اللي عندك في الدار مقصوص تريفي صغار. نستحقوا شوية زيتون، مشاتينا الملوحية. وي عندك الحق. وريقة حبق فرشك. الجمبان اللي حطيناه هو جمبان كويستو، دونك وريقة الحبق قلت لي نقصوهم هكاك. تري بيان. نحطوا شوية روكيت، يعطينا زادة شوية مرارة. الغوكيت بنينة فيها شوية مرارة، دونك حارة ولا جرجيرة نسميوها. هاي ونحطو شوية بلزاميك. دونك خل بلزاميك. اي مغرفتي سي بون.
شوية زيت زيتونة. عندك أنت زيت زيتونة. ونخلطوا كل شيء. وحضرت سلطة متاعنا عفيت. سلطتنا حضرت سهلة وخفيفة وبنينة برشا وفرشكة على الاخر. مطعم الجومبون معاه البطيخ ومعاه الجبن شوية زيتون وشوية جرجير وكاها والحبق. الحبق ما ننساوش الحبق مهم ياسر في السلطة. تو باش تمرق البيسكة. ايه هذي حضرت نبقاو كان نزينوها عملنا عظيمة كويستو يبسا من بعد باش نزينوها بها كهك نحطها في الفريجيدير تبرد. اي البيسك نتاعنا يهز غلوة من بعد نرحيوه من بعد هو اللي باش نسقيو به. هو باش نسقيو به انتخو طان انا باش نعمل تو سامبلومون اون تارت اماندين باش معناتها بات سابلي من اللوطة باش نعمل كريم باتيسيير تاع سمارت شيف حاضرة ديجا دونك باش نحطها تيب نبدا بها هي نحط تو سامبلومون شكارة الكريم باتيسيير عليها نص إترا حليب باش نقول لك ثويبة تعسلي عليها شوية هذي بيان سور ناخذ فوي وعليها أربعة مغارف نتاع ماكلة سكر ونخليوها تطيب. أونتخو طون حاجة سهلة ياسر اللي هي الفات سابلي دونك نستحقوا 250 غرام فرينة وردة خذينا عليها 150 غرام زبدة ديليس زوز مغارف نتاع ماكلة ما أكثرش سكر عليهم عظمة وبيان سور شوية ملح. أول حاجة نعملها في الغبو نتاعي باش نحط الزبدة اللي هي ديجا غامولية باش نحطها الدور مع السكر نحضر العظمة كي يدوروا مليح مع بعضهم نزيدهم عظمة وفي الاخر بكل كي الخليط متاعي يولي متماسك نحط الفرينة نحطها ضربة واحدة باش يبدا من الاول سابلي وبعد بشوي بشوي من بعد باش نلمها بيدي نجمو نزيدوها شوية ماء دونك هوني السابلاج نتاعي احضر باش نلمها جوست بيدي و باش نخليها البات ترتاح لمدة ساعة مهم علاش خاطر هي بات فيها برشا زبدة دونك هوني كي هي باش ترتاح الزبدة باش تعاود تتلم باش من بعد نجم تو سامبلومون باش نطلقها ديجا انا حضرت واحده باش نطلقها باش نحطها في المول التارت وندخلها تيب لمده 20 دقيقه فارغه مهم ياسر باش تيب فارغه على خاطر باش نعاود ندخلها من بعد في الفور مع الكريم باتيسيير والبودغ داموند اما توا مهم ياسر باش ندخلها فارغه خاطر سينو ماهيش باش تيب لي قد قد وديما دايوغ دو مانيير جينيرال هذه لاسوس نتاعي في لي تارت نتاعكم طيبوا الفون فارغ كي يبدا الفون انتوما والبات كي تبدا البات ثقيله كيما هكا بالزبده وكل جوست انقبوها بالفرشيطه سينو ثقلوها حطوا عليها بابي كويسون ومن فوق حطوا عليها حمص شيح ولا حاجه شيحه باش تثقلها باش ما تطلعش ومن بعد طيبوها بالخليط نتاعها. هذه هي الطريقه باش تبداو سيغ متمكنين اللي هي طابت من اللوطه خاطر ديما لي تارت مشكلتهم تارت سكري ولا سالي راهو ما يتيبوش مليح من اللوطه. فوالا البرانسيب نتاع الباتا دي ما لازمهاش ياسر تتخدم جوست تتلم من هكا وتتحط في الفريجيدير قلنا لمده سويعه فريمون باش الزبده
شد روحها والنجم بعد تعطيني الطوع كي باش نحلها ونطيبها. ثويبة طابت الكريم باتيسير؟ حاضرة. شكارة سكر فاني نحطوها ونكملوا خلطوها مليح. شوف انا تعرف كيفاش الكريم باتيسير نتاعي اون فوا تبقبق نزيدها دقيقتين ونخرجها ونخرجها اكزاكتومون هذيك هي الغوسيت. دونك توا سي بون طابت الكريم باتيسير باش ناخذها جو في لا بروندر جو في لا ديباراسي. فوالا خذيت 100 غرام لوز مرحي جوست لوز ما فيه حتى شيء اخر ابار لوز وباش ناخذ عليه عظمه نيه على خاطر باش تعاود تدخل تطيب في الفور. فوالا هي ديجا شاده روحها راك العظمه هذيك جوست باش تخثرها شويه ترد لنا اون تارت باللوز كنت تحبوها فريمون خاطره تنجموا تزيدوا عظمه اخرى سواء عظمه سواء عظمتين. كيف ما قلت لكم انا حضرت ديجا اون بات اللي هي طابت دونك باش نصب فيها الخليط نتاعي خاطر حضرتها علاش على خاطر تو سامبلومون لازم البات ترتاح او موان سويعه في الفريجيدير. مش ما نطولش عليكم حضرت واحده وطيبتها في الفور ما رتيت حتى شيء جوست حليتها وطيبتها في الفور من الفوق باش نزينها باللوز المرحي كمان هكا هلا اون فوا حطيت اللوز توا باش تدخل للفور 170 درجه لمده 35 دقيقه باش تطيب التخت نتاعنا. سي كملنا التخت حضرت السلطة طابت انفان طابت حضرناها وتو باش نرجعوا للفلوتي يلا باه توا البيسك نتاعي نحضر طفيو عليه. دونك قد يقعد يطيب ربع ساعة أربع دراج باش ناخذوه. دونك توا بالميكسور بلونجون تاع فكير باش نرحيوها باش نرحيوها وبعد نصفيوها هكا باهي شاف فازي سي بون سي بون فوالا وتوا نصفيوها توا باش نصفيوها. دونك شاف ثويبه جوست البيسك نتاعنا رينا كيف رحيناها وبعد صفيناها هكا ورجعناها تسخن وي وتوا باش نبداو في الفلوتي نتاعنا. حطوا النار شوية زيت نقليو البصل ليكيفالون تاع بصلة الثوم مادام تقلى هو شوية نقصو الساش نتاعنا دونك شوية سوبيا مش برشا نقصوها كيف ما نحبو خاطر من بعد باش يترحاها دونك باش نرحيو كل شوية نقصوه باش ما يشدلنيش برشا طيب باش فيسع فيسع يطيبلنا خليه معاه يعطي المطعم توا نحطو الخضرة نتاعنا دونك سفنيريا سفنيريا قرع اخضر وشوية بطاطا شوية بطاطا باش تخثر باش تخثر فوالا حضرت كعبة كروفيت هذيك من بعد الزينة الزينة دونك هذيك ما نقصوهاش نخليوها كاملة نزينو بها داكو ليكيفالون تاع نص كعبه بطاطا هكا اي تكفينا دونك هوني انت لاستوس نتاعك سكو قصيت كل شيء صغير باش يطيب في صافي في صافي صافي ما نستنيوش برشا نجمو في اخر وقت نطيبوها بنينه وخفيفه
وفيها الخضره سورتو الخضره النافعه. نلمو فيها اكثر خضره, خضرة من فريد ميغ. استعملنا سورتو القشور ان فيت, هما اللي شاتيو مطع. ملح فلفل اكحل. ملح فلفل اكحل بيان سور. توا ناخذ البيسك نتاعنا ونمرقو بيه. البيسك هذايا يعطينا مطعم كاينا حطينا فيها كيلو خضار. دونك احنا مستعملنا كيلو احنا ما حطينا حتى شيء. فوالا. وتو لازم تسيب كمان 20 دقيقة بالكدا باش الخضرة الكل تخرج البنة نتاعها, ومن بعد نرحيوها اي سي فيني جو بونس. شوية كي نحبوا نحطوا شوية كريم فريش كيف ما تحب, تنجم تحط تنجم تحطش, وشوية ديكوراسيون شبت وكابت الكروفيت نتاعنا كهو. والفرينة باش تعطينا ليزون دونك ديجا هي في وسط البيسك نتاعنا. نذكركم بالمنيو نتاع اليوم, عملنا بيسك بغليل البحر, اما كما تشوفوا ما حطيناش برشا فينالمون, استعملنا سورتو القشور تاع الخفات عملنا بهم كيف ما اون بيسك تو سامبلومون اللي مرقنا بها برشا خضره وشويه سوبيا. هذه الشربه نقولوا. عملنا زيدا كيف كيف سلطه عملناها بالجمبون وعملناها بالبطيخ, حاجه بنينه ياسر. انا هوني باش نعمل لكم اون غوسيت رابيد قبل ما نمشيو في الفاصل باش ناخذ دي زافوكا. دونك لي زافوكا نتاعي يكونوا طيبين مليح, باش نحط عليهم مغرفه نتاع كريم اتارتيني سعيد 1000 ريسيت. مغرفه باهيه هي اللي باش تحط لنا كميه السكر والافوكا والشوكولاته, راهم يتمشيو مليح مع بعضهم. جربوها الغوسيت زوز مغارف فينا الماء حطيت الكرشي ظهر لي تكلمت وشهيتني في زوز مغارف. وباش نحط معاهم الحليب ديليس, دونك هوني خذيت ابوبخي 200 مليلتر من الحليب باش نرحي كل شيء. فوالا خليت نتاعي حذر, قال لي كان باش نصبو في كيسين يتاكل بارد بارد مليح, دونك خليه في الفريجيدير اخر دقيقه نخرجو نتلاقاو بعد فاصل صغير نكملو نشوفو البيسك وكالتاخت اللي قاعده تطيب في الفور. شيف ثويبه كل فلوتي نتاعنا طاب, سكروا عليه حطوا له شويه كريم فريش رحيناها تو سامبلومون. فوالا باش نزيدو نبنوه نحطولو شويه فرماج غابي باش يذوب في وسطو وهو سخون. تخي بيان خلطو كل شيء. خليك تكمل تدريسيه, ظهرلي اكل كروفيتا هذيك توا تجي وقتها باش تقعد مروبة. دونك فل وهو سخون هكاك نحطولو نحطوها لي كروفيت نتاعو لا كروفيت, حطينا كروفيت وحده. دونك هي طايبه ولا مش طايبه بالكل باش تسيب باش تسيب السخانه نتاعها تقعد مروبه وبنينه. تقعد مروبه وبنينه. نذكركم نخليك تكمل تدريسي. نذكركم المنيو نتاعنا نتاع اليوم, عملنا سليطه شيف ثويبه حضرت لكم نورات كيف من هكا في فورمه البطيخ, ان فيت بطيخ في فورمه نورات باش كملوا نزينوا به السلطه. وانا حضرت لكم التخت اللي هي حضرت وبردت كومبليتمون, دونك ما بقينا كان باش نقصوها وناكلوها بعد شقه الفطر. دونك تحضر التيب باللوز, نذكركم بالكريم باتيسيير وبالبات سابلي. حضرنا زيدا كيف كيف نجم نقولوا احنا كيف ما ان جو ان سموثي بالافوكا عملناه بالباتا تارتيني سعيد 1000 ريسيت. حليب كما يبيه من الحليب ويتكل كل كريمه خاطر الافوكا هو بيدو يخثر ويبنن. وعملنا الفلوتي نتاع الفروي دو مير, ما حطيناش فيه برشا فروي دو مير, جوست كعبه كروفيت حضر طاب. ميرسي ليكم انتم اللي تبعوا فينا كل نهار على نسمه في كوجينة اليوم. ميرسي شيف ثويبة على الريسيت نتاعك. باي باي في الامان وشاي طيبه.
هذا البرنامج برعاية سيكاب. تبنن مكلتنا وتلم عائلتنا. وردة سرها المحبة.